ويايا توري وبوجول وماكسويل بعد طبعا خروج بيكي. وسط الملعب تشافي وكايتا وبوجان، ثم في الامام يلعب بيدرو وميسي وابراهيموفيتش. ادي عندنا نتيجه الشوط الاول 1-1. الشوط الثاني بينطلق، ميسي الدقيقه 17، الارجنتيني رومان مارتينيز مواطنه سجل في الدقيقه 39. هذه اللقطه تشافي يرجع على طول الى كايتا، يفكر في التسديد ولكن الكره الى خارج الملعب. يحتاجنا الى حوالي 7 دقائق حتى نرى اول محاوله من جانب فريق نادي برشلونه عن طريق كايتا التسديده ولكن الى خارج الملعب. والى التركيز عالي جدا كما حدث امام فريق فياريال بعد اللعب بمعنويات بعد يعني كبيره طبعا رغم خسارته امام الانتر. ادي امامنا اللاعب ميسي سدد ولكن كره الى خارج الملعب. ادي ميسي تسديده من مسافه بعيده ولكن الى خارج الملعب. لعوبه الكرة امامنا، شوف امطار غزيره جدا هنا في برشلونه، 13 درجه مئويه. سونا ادي امامنا الدقيقه 59، تمريرات في منتهى الخطوره، وادي امامنا هنا اللمسه على طول خوانلو في هذه اللقطه الخطيره التسديده ولكن الكره في يد حارس المرمى. ادي امامنا بقى خطوره هذه المباراه، لانك تلاقي فريق يعني متواضع ولكن هناك ممكن يحدث الخداع لحسم البطوله لصالح اي من برشلونه او ريال مدريد. ادي داني ألفيش انطلاقه المساحات ولكن امامنا استبسال، وهنا التدخل الدفاعي برجوله بفدائيه يطلع الكره الى خارج الملعب. داني ألفيش امامنا صانع الالعاب رغم انه هو بيلعب كظهير ايمن ولكن هو مفتاح لعب مهم، هو عليه النهارده العبء الاكبر في ظل يعني عدم يعني التركيز من جانب اللاعب ماكسويل في الكرات اللي بيلعبها من الجانب الشمال. ادي امامنا بيستعد اللاعب نينو فرانشيسكو، امامنا مهاجم صريح حاول يخطف المباراه بالدفع بهذا اللاعب صاحب 13 هدف في مسابقه الدوري الاسباني. وادي امامنا فرصه بثلاث لاعبين امامنا، لم يجد اللاعب بوجان الكره ولم يجدها ايضا اللاعب سيدو كايتا اللاعب المالي ولم يتوقعها النجم ابراهيموفيتش. شوف حضراتكم وطلب الكره ولكن الكره مع تدخل زملائه اثروا على تركيزه واثروا على اللمسه الاخيره فضاعت الفرصه. ما زال داني ألفيش هو صانع الالعاب وهو مفتاح المرور. داني ألفيش وانطلاقه لكن المهاره الفرديه تلعب دورها في زحمه في تمريره في بوجان يخلص الازمه يخلص الازمه ويفك اللوغاريتم الصعب. تمريره داني ألفيش وبوجان امامنا باصرار من هذا اللاعب الذي يملك حضور كبير ويملك 7 اهداف امامنا والعناق خارج الملعب، لان اخيرا ياتي في الدقيقه 62 بوجان امامنا المتالق في الاونه الاخيره واللي بيسجل دائما وابدا وبيعطي امل كبير هنا في استمرار برشلونه على قمه الدوري وانتظار الحسم في الاسابيع المتبقيه. خلاص اسبوعين، تمريره حلوه ضربوا بها خط الظهر، بيقع دائما دفاع تدريب المتواضع في مثل هذه الامور في مثل هذه الاخطاء ان تضع مصيدة التسلل في هذه المنطقه على حدود منطقه الجزاء. التمريره مش حضراتكم بيعملوا مصيدة التسلل شيء صعب جدا، تحتاج الى يعني دفاع في منتهى اليقظه ومنتهى التركيز. ادي امامنا اسوأ دفاع في الدوري الاسباني لكن فقط بهدفين وبصعوبه كبيره جدا بيسجل فريق نادي برشلونه هدف بياتي من فوجا. ادي امامنا تشافي هيلعب ركله ركنيه، وتشافي دائما يلعب هذه الكرات عن نقطه الجزاء ارتقاء وبوجول دائما بيسجل دائما بيسجل في مرمى فريق تنريف لكن يضيع في هذه الكره. امامنا فرصه كبيره جدا من جانب اللاعب بوجول امامنا، شوف حضراتكم الدفاع المتواضع ولكن يطلع الهدف في الدقيقه 62 بتمريره حلوه من جانب دانيال ألفيش. ادي امامنا السرعه دانيال ألفيش يبرر كره حلوه بيدرو، سرعه بيدرو مهاره بيدرو يخلص نفسه موقف صعب جدا. هنا امامنا المهاره المهارة العالية لكن يدخل معه اللاعب لونا بعد ما سدد الكرة ويضيع اللاعب بيدرو فرصة كبيرة جدا لإحراز الهدف. وهنا أمامنا حكم اللقاء بيعطي إنذار في هذه اللحظات لأحد اللاعبين، هنشوف الإنذار لمين في هذه اللقطة. أمامنا للاعب ألفارو أمامنا تلقى الإنذار، أليخاندرو ألفارو تلقى الإنذار في اللقطة الماضية، فرصة كبيرة جدا جدا الحقيقة. ادي امامنا الدخول القوي مع ماكسويل في هذه اللقطه، ادي الانطلاقه الحلوه من جانب اللاعب طبعا داني ألفيش مرر الكره حلوه قوي الى بيدرو خلص نفسه من موقف صعب عدى بالمدافع. وادي امامنا الكره اهو عايز يلعبها في الزاويه الضيقه من فوق. الاسبانيول وكان لعب 32 لقاء في العام الماضي مع اسبانيول وسجل 5 اهداف، 4 اهداف ليه
في آخر خمس مباريات. هنا تشافي ولكن حارس المرمى أراغونيسيس أمامنا يتعلق في هذه اللقطة وكرة مسدس وتشافي وكايتا يا توري والغائب الأبرز النهاردة إنييستا أن الكرة تلعب من جانب تشافي مركونة لكن ما فيهاش القوة وحارس المرمى أمامنا 30 والأسبوع رقم 38 لإعلان بطل الدوري. هنا أمامنا التمرير في منتهى الخطورة ولكن يتدخل بيدرو ويعيد الكرة إلى حارس المرمى. هل هناك تعمد في إعادة الكرة أم كان يعني اللعب ميكال أمامنا ألونسو شقيق النجم تشابي ألونسو شقيق النجم تشابي ألونسو كان ممكن ينفرد لكن بيدرو يعني لم يكن يريد إعادة الكرة وأراد إبعادها فوسط حارس المرمى اللي التقطها دون أن يحتسب الحكم بقى ركلة حرة غير مباشرة لأن التعمد في إرجاع الكرة كان يبقى ركلة حرة غير مباشرة. هنا تمريرة هنا بيدرو يحسب الأمور ويخلص النظام اللي كان يعني بيحاول أن يعقد بيه دفاع فريق نادي تاني ريفي المحاولة الوصول لللقب من قبل نادي برشلونة وبيدرو البديل يعلن للطمأنينة في هذه اللحظات ويحرز الهدف الثالث وهدف الثلاث نقاط أمام الفريق الطموح لكن المحدود الإمكانيات فريق تنريفي لأن بيدرو يسجل هدفه العاشر هذا الموسم في مسابقة الدوري الإسباني في 32 لقاء وأمامنا حضوره المميز الحقيقة لاعب سجل في كل البطولات اللي شارك فيها سجل في كل البطولات اللي نالها فريق نادي برشلونة. هنا خطأ دفاعي ولكن بيدرو في لحظة تمريرة كانت تمريرة الحقيقة مميزة. أدي أمامنا ميسي لم يسجل طبعا إلا الهدف الأول فقط في الدقيقة 17 وعاد لرومان مارتينز في الدقيقة 39 سجل بوجان في الدقيقة 62 وبيدرو ميز. أدي أمامنا الكرة متحرك فيها حلوة قوي داني ألفيش متحرك هو نجم هذه المباراة يلعب كرة حلوة لكن كايتا أمامنا يأتي من الخلف في هذه اللقطة اللاعب المالي لاعب يعني متميز الحقيقة 6 أهداف ليه لاعب كان انتقل من نادي إشبيليا في عام 2008 شوف حضراتكم سيدو كايتا لكن شوفوا داني ألفيش أمامنا في هذه الكرة وفي هذه اللقطة شوف الكرة ملعوبة إزاي وارتقاء من جانب اللاعب كايتا مع كرة ملعوبة حلوة حلوة الحقيقة كانت تبحث عن إبراهيموفيتش لو كان متواحد لمن يعني يريد الملخص. ميسي في الدقيقة 17 رومان مارتينز هدف التعادل في الدقيقة 39 هنا أمامنا فرصة ميسي يبدو ميسي قريب من الرقم القياسي في موسم واحد لرونالدو 34 هدف يرفع رصيده من الأهداف في هذا الموسم ل 31 هدف ويتخطى إيتو ويتخطى روماريو ويتخطى أيضا ماريو مارتينز ليكون يعني صاحب رقم أيضا بعد رونالدو في عام 97 ودي أمامنا هنا ميسي يسجل هدف رابع تمريرة ولا أجمل ولا أروع الحقيقة من نجم اللقاء الأول داني ألفيش ودي أمامنا ميسي في هذه اللقطة وفي هذه الكرة الجميلة استلام بمهارة وبالقدم اليمنى شلها حلوة حلوة لكن شوف حضراتكم داني ألفيش هدف بيأتي في الدقيقة التالتة بالوقت بدل الضائع إذن 4-1 لصالح فريق نادي برشلونة على فريق نادي تنريفي أمامنا في هذه المواجهة.